للمرة الأخيرة تقلع هذه المقاتلة الأمريكية من قاعدة باجرام. بعد 20 عاما الأمريكيون غادروا القاعدة الأضخم لهم بأفغانستان. عملية الإخلاء الأخيرة استغرقت شهرا كاملا، سحب خلالها الجيش الأمريكي كافة العناصر وأهم المعدات العسكرية، وما لم يتمكنوا من نقله جرى إتلافه. وزارة الدفاع الوطنية تسلمت اليوم قاعدة باجرام، أكبر القواعد العسكرية للأجانب والأمريكيين، ومن الآن فصاعدا سيتولى الجيش الوطني إدارتها واستخدامها. قاعدة باجرام تتمتع بموقع استراتيجي، فهي تقع على بعد 60 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة كابول، ومنحت الأمريكيين تفوقا عند استخدامها ضد منافسيها في المنطقة. مراقبون اعتبروا تسليم القاعدة مؤشرا على قرب اكتمال الانسحاب الأمريكي والغربي من أفغانستان، ويبدو أن واشنطن لن تنتظر حتى 11 سبتمبر موعد الانسحاب الرسمي المعلن، فيما وتيرة العنف والمعارك تتفاقم مع عملية الانسحاب. إنه لأمر مؤسف للأمريكيين الذين أخفقوا في بناء نظام وبنى تحتية مناسبة، وها هم يغادرون من دون تحقيق أي إنجاز بعد أن حولوا أفغانستان إلى خراب. وطوال فترة وجود القوات الأمريكية في قاعدة باجرام كانوا يستخدمونها لإدارة العمليات العسكرية وشن الهجمات ضد عناصر طالبان في أفغانستان. حركة طالبان رأت في الخطوة الأمريكية خطوة إيجابية، وبإتمامها ترى الحركة بأن الأفغان أقرب إلى السلام والاستقرار. تتباين وجهات نظر الأفغاني حول تسليم قاعدة باجرام. طالبان والمقربون منها يعدون ذلك نصرا، ويرون أن البلاد باتت أقرب للاستقرار، فيما يتحفظ آخرون على الخطوة ويعتبرون أنها جاءت قبل أوانها. جواد جوادي، العربي، كابول.